بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السماحة والفضيلة، علماءنا الأجلاء، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلال يومين أقيم هذا المؤتمر العالمي الافتراضي فقه الطوارئ، معالم فقه ما بعد جائحة كورونا المستجد، لبحث أزمة عالمية غير مسبوقة والتي أثرت على العبادات والمعتقدات والمعاملات. وكان الهدف الأبرز لهذا المؤتمر دراسة المسائل والمجالات التي أثرت فيها هذه الجائحة باجتهاد فقهي علمي. وقد تناولت جلسات المؤتمر على مدى يومين مجالات عدة كالعبادات والمعتقدات والمعاملات والصحة والآداب الشرعية. خير ما نستهل به الجلسة الختامية لهذا المؤتمر آيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ عبد الله ابن إبراهيم بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله غفور إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم. بيان الختامي لمؤتمر فقه الطوارئ معالم فقه ما بعد جائحة كورونا المستجد يلقيه فضيلة الدكتور عمر الدرعي عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعلى إثر تفشي مرض فيروس كورونا المستجد المعرف عالميا باسم كوفيد 19 الذي عم أمم الأرض بلا استثناء أو استئذان وأصبح وباء مستطيرا وجائحة عالمية أصابت الملايين وحصدت لحد الآن أرواح مئات الآلاف وفرضت على العالم بأسره أوضاعا طارئة وحرجة وتغيرات مفاجئة جمة أثرت على الصحة العامة وطالت مختلف مناحي الحياة ومناشطها وحرمت عالمنا المعولم من أخص خصائصه الامتزاج والاندماج والاتصال لتحل محلها ضروب من التمايز والتحاجز والانفصال. وانطلاقا من الوعي بأن هذه الأزمة تستنهض الهمم ليتحرك كل عالم وصاحب تخصص في مجاله ليحصل التوازن وتمضي الحياة على الوتيرة المعتادة حسب الإمكان، ولكون الفقه والفقهاء جهة ينبغي ألا تغفل التأثيرات الحاصلة في الواقع باعتباره شريكا للنص الشرعي في تنزيل الأحكام وتطبيقها كما دلت على ذلك النصوص والأصول وأبرزتهم ممارسات العلماء الاجتهادية وتنزيلاتهم الوقتية خاصة بعد مضي مدة زمنية ظهرت فيها من آثار هذه النازلة ما يسمح بمعالجتها بمزيج من فقه الواقع والتوقع وسعيا إلى التدارس والبيان والنصح والتوجيه في كل ما يتعلق بأبعاد ذلكم والتأثير
وتعزيزاً وتأليفاً بين الخبرات والجهود المباركة التي بذلها علماء المسلمين ومؤسسات الفتوى الرسمية بالتصدي للنوازل المستجدة التي فرضها هذا الواقع الجديد بآليات الفتوى المقررة والمناهج المتبعة وبما يوافق السياسات المحلية خدمة للمجتمعات والأوطان والإنسان ونهوضاً بالمسؤولية الدينية والفكرية والاجتماعية في استجلاء المقاربات الفقهية تجاه هذا الوباء من منظور حضارة كانت السباقة إلى سياسة الحجر الصحي ومشاركة لحركة الفكر الإنساني في اقتراح حلول مناسبة وفاعلة وفعالة لما تطرحه هذه النازلة العالمية من تحديات وإشكالات صحية واجتماعية واقتصادية ونفسية وقانونية وقيمية انعقد بدعوة من رابطة العالم الإسلامي وهيئة علماء المسلمين برئاسة معالي الأمين العام الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة معالي العلامة الشيخ عبد الله بن الشيخ محفوظ بن بية المؤتمر العالمي الافتراضي خلال يومي السبت والأحد بتاريخ 27 و 28 ذي القعدة 1441 الموافق 18 والتاسع عشر من يوليو 2020 تحت عنوان فقه الطوارئ معالم فقه ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد بمشاركة نخبة متميزة من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة العلماء الأجلاء وخبراء الواقع الأكفاء من مختلف دول العالم. وقد افتتح المؤتمر معالي الشيخ نهيان بن بارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة بكلمة قيمة أبرز فيها سعادة دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم مثل هذه المؤتمرات التي تسعى إلى القيام بواجب البيان الشرعي في الطوارئ والمستجدات وتقديم حلول ومقترحات تثري حياة المسلمين وتجدد واقعها وتدل إلى مستقبلها وتسهم في تحقيق الترابط والتواصل الفكري والحقيقي بين العلماء وبين عموم المسلمين في كل مكان. وأثنى معاليه على مبادرة رابطة العالم الإسلامي ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بتنظيم هذا المؤتمر الافتراضي الذي يضم نخبة من علماء المسلمين من كافة أنحاء العالم معتبرا إياه دعوة مهمة إلى التعاون الإقليمي والعالمي من أجل التغلب على المشكلات والحفاظ على الصحة العامة في كل مكان. وأشاد بما يسعى إليه المؤتمر من تعميق الجوانب الإيجابية في العلاقات الواسعة والمتشعبة بين العالم كله وتلك التي تتمثل في تأكيد أهمية مبادئ التعارف والحوار والتعاون والعمل المشترك بين البشر جميعا. وفي كلمة معالي الشيخ نور الحق قادري وزير الشؤون الدينية في باكستان أشار إلى أهمية هذا المؤتمر في سياقه العلمي والعملي مع الثناء على الفتوى الشرعية التي أصدرها مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي حول وباء كورونا المستجد من حيث سبقها الزمني ومن حيث كونها جامعة مانعة فيها جوانب لكثير من الإشكالات التي طرحت على علماء المسلمين كما بيّن معاليه المعضلات الفقهية والأبعاد الاجتماعية التي كشف عنها هذا الوباء من خلال تجربة المؤسسات الفقهية والعلمية في باكستان والضرورة بناء الفتاوى والاختيارات الفقهية في مواجهة هذه الآفة على الخبرات العلمية والطبية المتخصصة والمقاصد الشرعية المعتبرة. وأما معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري فقد أوضح في كلمته بعد التنويه بفكرة المؤتمر ومبادرة الداعين إليه أن فقه التعامل مع جائحة كورونا بيّن مدى الحاجة الملحة إلى الخروج من الآفاق الضيقة التي تمثلت عند بعض المحسوبين على الخطاب الديني في الاقتصار على الأحكام الفقهية الموروثة دون إعمال العقل في صحيح أو دون إعمال العقل في فهم صحيح النص من خلال القواعد العلمية والمنطقية لفهمه ودون اعتبار لفقه المقاصد وفقه المآلات ولا مراعاة لظروف الزمان والمكان وأحوال الناس ومستجدات العصر وطوارئه. وبين معاليه مسيس الحاجة إلى استحضار المفهوم الديني للتوكل الذي لا يفصل بين العوامل الغيبية والأسباب المادية معرجا على جهود علماء مصر في الاستجابة لتحدي هذه الجائحة. ثم تناول الكلمة معالي العلامة عبد الله بن بية رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الذي أبرز طبيعة وأبعاد الأزمة العالمية
التي تسبب فيها وباء كورونا المستجد وبعض دروسها، وضرورة أن يستجيب الفقه والفقهاء لتغيرات الواقع باستنفار أدوات الاجتهاد ومولدات الأحكام الجزئية في ظل الكليات والقواعد الكبرى للشريعة. وبين معاليه أن هذا المؤتمر فرصة للقيام بهذا الواجب، معرجا على تجربة مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في إصدار الفتاوى والبيانات في مواجهة هذه الآفة، وفي الاطلاع بدوره التوجيهي في مواكبة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها العلمية أو ورؤيتها العملية الرائدة في التصدي لهذه الأزمة. وثمن معاليه جهود رابطة العالم الإسلامي ومعالي أمينيها العام الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى للاطلاع برسالة الرابطة الإسلامية والإنسانية حول العالم وفق منهج التسامح الإسلامي الذي شمل برحمته الجميع. وشكر معالي في ختام كلمته الحضور على مشاركتهم في هذا المؤتمر، سائلا الله عز وجل أن يجعله اجتماع خير وأن يكلل أعماله بالنجاح والتوفيق. ثم خاطب المتابعين الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بكلمة أبرز فيها الأسباب التي دعت إلى عقد هذا المؤتمر والسياق الذي يندرج فيه، مثمنا للمشاركين سرعة استجابتهم رغم كثرة أشغالهم وتزاحم أعمالهم، فإن الظروف الاستثنائية الحرجة التي عمت العالم وأفرزت في الداخل الإسلامي كثيرا من الأسئلة المتتابعة الخاصة والعامة في العبادات والمعاملات المطروحة على الفقه وأهله ومؤسساته مما لا بد فيه من أجوبة وحلول كافية وشافية. وتطرق معالي إلى ضرورة الاهتمام بالقضايا المتصلة بالجوانب الشرعية والفكرية والأمنية ومكافحة التطرف والإرهاب والتعايش مع الآخر في أمن وسلام وتعاون، والسعي في تحسين سمعة المجتمعات المسلمة في العالم وتحصيل موقع فاعل لها في المحافل الدولية. وأشاد معاليه بالجهود الرائدة التي يبذلها مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في التفقيه والتوعية الشرعية القويمة ونشر السلام والوئام برئاسة معالي الشيخ العلامة عبد الله بن بيه الذي لم يفتأ يسعى في تلمس سبل المعالجات الحكيمة للمشكلات المتعلقة بفهم الدين. وقد استعرض المشاركون وتدارسوا في جلسات المؤتمر محاوره وموضوعاته التي تنوعت بين قضايا ومسائل في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والصحة والآداب الشرعية. أثارت أسئلتها جائحة كورونا وأكدوا على جملة من المعاني والتوصيات والنتائج المهمة البارزة. أما فيما يتعلق بالنتائج التي خلص إليها المؤتمر، فأولاً إنه من السابق لأوانه استخلاص نتائج نهائية عن طبيعة هذا الوباء وآثاره الاقتصادية ومخلفاته النفسية وانعكاساته الاجتماعية ثانياً إن هذه الأزمة مست جميع مناحي الحياة في أدق تفاصيلها، مما يستدعي استنفار كل المهتمين والمختصين والخبراء لتشخيص أعراضها واستيعاب أبعادها واقتراح التدابير والخطوات اللازمة للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة ماديا ومعنويا. ثالثا، إن من الدروس العظيمة لهذه الأزمة محدودية علم الإنسان، فسكان هذا الكوكب وإن اختلفت أماكنهم وقدراتهم كركاب السفينة الواحدة محكوم عليهم بمصير واحد وهم في حاجة إلى التعاون والتراحم. رابعا، إن من لطف الله تعالى أن جعل الإنسان قويا بما سخر له من أمور السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى يظهر للإنسان حقيقة ضعفه ليتواضع وجهله ليتعلم وتسخير الكون له ليعمل. خلق الإنسان علمه البيان وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. خامسا، إن من القيم المركزية التي أظهرت هذه الأزمة ضرورتها قيمة التضامن بين البشرية جميعا لمواجهة المخاطر التي لا تفرق بين الشعوب والأجناس والألوان والأوطان، بل تصيب الجميع على تنوع أعراقهم وتعدد نحلهم وأديانهم وتفاوت طبقاتهم ومستوياتهم. سادسا، تتفق الديانات السماوية وفي مقدمتها الإسلام على أن الإحسان في أوقات الشدائد والمحن
ينبغي أن يكون ممتداً لجميع الناس بغض النظر عن أديانهم، وأن جميع الخلق مشمولون بواجب التضامن في استبقاء الحياة التي هي في أصلها هبة ربانية. سابعاً، نبه المؤتمر على خطورة خطاب الكراهية، وأن المسلمين واليهود والمسيحيين وغيرهم أخوة في الإنسانية وأخوة في المواطنة، ومن أدب الإسلام الرفيع حسن الخطاب وتأليف القلوب. كما نبه المؤتمر على خطورة اجتزاء النصوص الشرعية، ومن ذلك ما يتعلق منها بفئات معينة من أهل الكتاب وتعميمها عليهم جميعا، بينما قال الله تعالى عنهم ليسوا سواء. وأكد المؤتمر على أن ما في ذلك إنما هو تضليل وكذب على الله ورسوله والإساءة لدين الإسلام والتحريض عليه. ثامنا، إن حياة نفس واحدة كحياة البشر جميعا، وخسارتها كخسارتهم جميعا، والتعاطف الإنساني في الأزمات يجدد شعورهم بالانتماء إلى الأسرة الإنسانية. والقرآن الكريم يؤكد أن السعي في إحياء نفس واحدة إنما هو سعي لإحياء جميع الأنفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تاسعا، إن التحديات والأخطار المحدقة بالعالم أفرادا ومجتمعات بسبب هذا الوباء تضع الجوانب الأمنية في أولويات شروط القدرة على تجاوز الوضع الراهن ورسم معالم المستقبل، ومن ثم يتعين رص الصفوف واجتماع الكلمة ومعالجة صور النزاع والفرقة، والتأكيد على خطاب التسامح والعدل والأخوة وتفعيله اجتماعيا. أما فيما يتعلق بالنتائج العلمية والفقهية فقد خلص المؤتمر إلى النتائج الآتية. أولا، إن هذه الأزمة تستدعي استنفار أدوات الاجتهاد الفقهي بكل مراتبه ومولدات الأحكام الجزئية في ظل المقاصد والقواعد الكبرى للتشريع. ثانيا، إن الضرورية من المقاصد والمعول عليه من القواعد في هذه الأزمة قاعدة المشقة تجلب التيسير والضرر يزال. ثالثا، إن مدار التيسير على استعمال أنواع الرخص الشرعية من إسقاط وإبدال ونقص وتأخير وتعجيل في الضرورات وفي الحاجيات. رابعا، إن مصطلح الطوارئ أليق بمعالجة قضايا هذه الأزمة من مصطلح الجوائح، لأن هذا الأخير في أصله ذو دلالات جزئية بخلاف الأول الذي يتضمن عنصر المفاجأة وغموض المصدر وشدة الوقع وشمولية الآثار. خامسا، إن فقه الطوارئ فقه مركب من الواقع والدليل الشرعي، وغايته البحث عن التيسير والرخص لقيام موجبها، ومادته نصوص الوحي المؤصلة للتيسير وما بني عليها من الأدلة والقواعد، والفاعل فيه الفقيه والخبير والحاكم. سادسا، إن شريعتنا السمحة لما كانت هي المنظومة التعبدية والقانونية التي تحكم النسق السلوكي والمعيارية للمسلم فردا وجماعة قد أولت الطوارئ فضل عناية ومزيد اهتمام، واستوعبت آثارها الكليات الخمس كما هو مفصل في البيان الختامي الذي سيصل جميع المشاركين. أما فيما يتعلق بالقرارات والتوصيات فقد خلص المؤتمر إلى القرارات الآتية. يشيد المؤتمرون بالقرارات الرشيدة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالعمرة والزيارة والصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، كما يشيدون بالإجراءات الاحترازية لتخصيص الحج هذه السنة لحجاج الداخل، وأن تقليص أعداد الحجاج فيه وقاية لهم من خطر تفشي الوباء المطبوع بالاستمرار وعدم الاستقرار، وأنها إجراءات متوافقة مع أحكام الشريعة ومقاصدها باعتبار الظرف الطارئ الاستثنائي الذي أحدثته الجائحة، فهي اجتهاد مصلحي صادر من أهله وواقع في محله، يقع به فرض الحج المطلوب شرعا ويسقط به الإثم عن الجميع. كل ذلك في سياق ما بذلته المملكة العربية السعودية من جهود فائقة داخلية وخارجية وعالمية لمواجهة هذه الجائحة، متوخية من إسهامها الدولي في ذلك الهدف الإنساني المجرد. كما يشيد المؤتمرون بدور المملكة العربية السعودية الرائد في الإغاثة الدولية المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد لمكافحة هذه الآفة والتخفيف من أثارها، متمثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، باذلة للمساعدات المالية والطبية والغذائية والمشورة التوعوية المتخصصة
والتي لم تفرق في وجهتها، والمستفيدين منها بين جنس أو لون أو دين، امتثالا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي جاء رحمة للعالمين. يشيد العلماء والمشاركون برؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة هذه الأزمة استشرافا في التخطيط وحزما في التطبيق وسرعة في المبادرة ومشاركة في تطوير العلاجات المتطورة، وبالدور الريادي الذي طلعت به في التضامن مع البلدان المتضررة من هذا الوباء دون النظر إلى دينها أو عرقها. فحركت الدولة أساطيلها البحرية والبرية والجوية لتوفير شريان الحياة للإمدادات الصحية والإنسانية الأساسية لأكثر من 70 دولة للحد من انتشار فيروس كورونا، جاعلة من إغاثة الإنسان حيثما كان البوصلة والهدف الأسمى لجهودها. يشيد المشاركون بجهود الرابطة الإغاثية وما قدمته من مساعدات ودعم لجهات الاحتياج حول العالم للإسهام في التصدي لجائحة كورونا والتخفيف من أثارها وتداعياتها الاقتصادية والصحية، والتي استفاد منها مئات الآلاف في 25 دولة في إطار استجابتها للدور الإنساني الذي تقوم به في العالم دون تفريق بين لون أو عرق أو دين. يشيد المؤتمر بجهود الدول الإسلامية وغيرها والمنظمات الدولية كمنظمة التعاون الإسلامي التي قدمت مساعدات طبية وإنسانية للدول المحتاجة إلى مساعدة، مما خلف أثرا طيبا وسمعة حسنة وخفف من آثار هذا الوباء في العالم أجمع. كما يشيد المؤتمر بتضحيات الطواقم الطبية وتفانيها في إنقاذ الأرواح وعلاج مرضى هذا الوباء والعناية بهم، وبجهود كل العاملين أفرادا ومؤسسات في مكافحة هذه الآفة، مذكرا بعظم الأجر والثواب الموعود به كل من أحيا نفسا وحافظ عليها. ويقدر المؤتمر أن الحاجة متعينة في الظرف الراهن إلى هبة ووقفة إنسانية يتجه فيها الضمير العالمي نحو مراعاة وحدة المصير الإنساني في كثير من القضايا الكبرى، الأمر الذي يتطلب تعاونا وتضامنا وتشاركا عالميا. كما أوصى المشاركون بما يلي: تكوين لجنة لحصر الأحكام والاجتهادات الفقهية القيمة الواردة في جلسات هذا المؤتمر وإصدار مدونة بها، والتوصية ببث تسجيلات جلسات المؤتمر وطبع بحوثه ومخرجاته ليعم النفع بمضامينها ومناهجها وأدلتها وتصل إلى المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية والباحثين الشرعيين والجهات ذات الصلة بالبحث الفقهي. ضرورة تفعيل دور المجامع الفقهية والمؤسسات الإفتائية بكفاءة عالية ينشط فيه الفقه الشرعي والفقهاء لكي يواجهوا الحالات الطارئة والمستجدات المتكاثرة والمتتابعة في عالم دائب التطوير والتغيير. ضرورة متابعة البحث العلمي في فقه الطوارئ في مختلف مؤسسات ومنابر البحث العلمي من جامعات ومعاهد ومراكز ومجلات متخصصة وغير متخصصة، إسهاما من الفقه الإسلامي المعاصر في حل مشاكل المجتمع وتعريفا بغنى التراث الفكري للمسلمين وما تحتاج إليه البشرية في كل زمان ومكان. ضرورة العمل بكافة القرارات والأنظمة والاحترازات التي تصدرها الجهات ذات الاختصاص الصحي والأمني من أجل مواجهة هذا الوباء، وأن هذه القرارات معتبرة وملزمة شرعا لما فيها من تحقيق للمصالح ودفع للمفاسد الخاصة والعامة، وأن من يخالف ذلك ويتساهل فيها فهو آثم شرعا ومستحق للعقوبة قانونا. دعوة جميع المسلمين إلى الاستمرار في أداء واجبهم الإنساني والإسلامي الشرعي والحضاري في تقديم الدعم المطلوب من صدقات وزكوات وتبرعات والعمل على كفاية حاجات المتضررين. دعوة عموم المسلمين بالتراحم والتعاون مع مجتمعاتهم وإظهار روح الإيثار والتضامن وتجسيد أخلاق الإسلام وقيمه في أوقات الأزمات والشدائد. دعوة الأئمة والوعاظ والمنصات الفكرية والعلمية إلى أداء دورهم في إرشاد الناس ودعمهم روحياً وثقافياً بوسائل الاتصال الحديثة وتبني الخطاب الحضاري الإنساني العالمي وبث الروح في ذلك الخطاب بنوع من التفاؤل والأمل وإبراز مظاهر التيسير والرحمة في أوقات البلاء والمحن. وفي الختام يتوجه المؤتمرون بجزيل الثناء والشكر
لرابطة العالم الإسلامي ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على عقد ورعاية هذا المؤتمر، منوهين بجهود معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، وجهود معالي العلامة الشيخ عبد الله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في تقديم الصورة الصحيحة المشرقة لرحمة الإسلام وسماحة شريعته وفي خدمة قيم التسامح والاعتدال والوحدة والأخوة والتضامن بين الشعوب على اختلاف أجناسها وأديانها وثقافاتها. داعينا الله تعالى للجميع بالتوفيق والسداد والعون، وأن يديم على المملكة العربية السعودية وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا سابغ نعمه وأفضاله، وأن يرفع البلاء والوباء عن سائر بلاد المسلمين وعن البشرية جمعاء. وصلى الله وسلم على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. فضيلة الدكتور عمر الدرعي عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، حضورنا الكرام، وها قد حان ختام هذا المؤتمر المبارك، فيسعدنا باسم رابطة العالم الإسلامي ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن نشكركم على تشريفنا بمشاركتكم الكريمة في مؤتمرنا هذا. داعين الله أن يجمعنا بكم على خير، وأن يرفع الغمة عن البلاد الإسلامية وعن البشرية جمعاء، متطلعين للتواصل معكم في كل ما يسهم في تطوير الفقه الإسلامي ويخدم مقاصد الشريعة ومصالح البشر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.